مشاهدينا صباح الخير، بلشنا الاسبوع بدنا نبلشه هيك بنشاط، نعطي بوست لهيدا الاسبوع لهيدا النهار، نعطي ايجابيه لحالنا ونكون هيك عم نعمل الاشياء المفيده لصحتنا. اليوم انا وياكم رح نكون بتمرين لتشست، ما حنكون عم نستعمل اكويبمنت، فيكم تكون عندكم اناني مي او اذا عندكم اكيد دمبلز بالبيت فيكم تكونوا عم تشتغلوا بالويتس اللي عندكم. رح اعطيكم هيك تيبس اذا بدكم تقدروا تغيروا الطريقه وتفوتوا هيك جو حلو على التمرين. حنعمل بدل ما نعمل اذا بدكم باسيف ريكفري او نرتاح بين الاكسرسايز والاكسرسايز، رح نعمل اكتيف ريكفري، يعني بين كل تمرين وتمرين رح يكون عندنا بدل الرست حنكون عم نتحرك كل الوقت. رح بلش باول تمرين، رح اجيب انين المي اللي عندي، رح اشتغل ايدي بدي مدهم لقدام بهالشكل، ورح بلش باول اكسرسايز رح اطلع بايدي لفوق. بدي اياكم تكونوا عم تعملوا سكويز على الاناني، يعني عم تشدوهم على بعض، ودور البوز يعني الكوع جالسين، بطلع وبنزل 1 على طول، معدتنا مشدوده، رقبتنا لورا ما بنقرب رقبه لقدام تما يكون في عليها بريشر. عم باخذ نفس انا وعم شد، اكسهيل انا وعم رخي. 2 مور لاست 1. اكيد فينا نعمل اكثر ريبيتيشن اذا كنا حابين نعمل 20 رابس. هلا رح كون عم بعمل اكتف ريكفري، يعني مش رح ارتاح 30 ثانيه بين كل اكسرسايز واكسرسايز، رح كون عم بشتغل اي اكسرسايز هين، بس كون عم بتحرك بالبيت فيني كون عم بمشي 30 ثانيه عم نريح حالنا شوي، خصوصا اذا كانوا شوي الاوزان اللي معنا اعلى، فهيك بكون بدها بريك، وهالبريك بنكون عم بتفيدنا بنفس الوقت. نرجع ننتقل للاكسرسايز الثاني. انتم اذا بدكم فيكم تكملوا هذا الاكسرسايز لثلاث سات ورا بعض. هلا رح اعمل انا اكسرسايز ثاني، رح ابرم كتافي بهالشكل وانا وعم بجي لقدام، رح اجرب اقرب كواعي على بعض بهالطريقه. 1 2 دائما حسوا بعضلات التشست عم تعمل كونتراكشن، كونكت مع جسمكم قد ما فيكم تستفيدوا من الموف. 6 7 8 9 10 2 مور اند لاست 1. دغري اكتف ريكفري، كون عم بشتغل فيني اعمل جامبينج جاكس، فيني كون عم بمشي بالبيت، اي شيء بتحبوا تعملوه. Now, 5 more. 3, 2, 1. نتحضر الاكسرسايز الثالث، ورح كون عم اشتغل انا قاعدة على ركبي بهالشكل، حعمل فلاي من تحت، اطلع جيب ايدي لقدام بشكل V. فبلش 1، خلي ايدي كنترولد. 3 4 5 6 7 8 9 10 2 more 1 and 2 كمان active recovery. نقوم نتحرك جوج، هذه الطريقة بالتمرين عن جد تعطينا هيك حماس، بنكون عم نحرق كالوريز أكثر إذا بدكم، بنفس الوقت عم نشغل قلبنا. Keep the smile on all the time. خلي الابتسامة الإيجابية تنبلش هيك نهارنا بطريقة أحلى. رح انتقل للإكسرسايز الرابع، رح كون نايمة على ظهري بهالشكل، نمسك عينين المي أو الدمبلز معي، حأعمل تشست بريس، خلي كواعي بشكل كأنه 90 ديجريز أو شوي صغيرة، بوش فوق للتشست اند داون. 2 3 4 5 6 7. اكيد في يكون معنا اناني مي اتقل اذا بدنا. 2 مور اند لاست 1. كمان بشتغل اكتف ريكفري لاخر مره قبل ما اختم باخر اكسرسايز. I
عم بعمل تقريبا 30 مره او 40 مره من الجوب 30 seconds last 5 4 3 2 and 1. حنتقل لاخر اكسرسايز. بتعرفوا قديش البوش ابس هن مهمين لنعمل اذا بدكم لنشغل التشاس؟ رح كون عم بعطي اوبشن الهينه او الميديوم من البوش اب. رح كون عم نشتغل ايدينا تحت كتفنا بهالشكل. رح انزل بالتشست قد ما فيني ديب وبطلع بتخش حالي جوا. دايما ما تحطوا الورك لجوا ولا كثير لبرا. سو بشتغل اكسرسايز بشكل طبيعي عم بتفش لفوق 3 4 5 6 7 8 9 10. Two more. 1 and last one. اكيد فيكم تصعبوا البوش اب اذا بدكم وتكونوا عم تعملوا البوش اب العاديه اللي هي هيدي البوش اب فيرجن. تكونوا عم تشتغلوا قد ما بتقدروا. بتبلشوا باول فيرجن ترجعوا مع الوقت بتصيروا بتصعبوا الاكسرسايز. اكيد تكونوا ورا هيدا الاكسرسايز كملوا اكتف ريكفري تخلصوا وتكونوا عم تعيدوا كل الستس ل 2 راوندز. يعني فينا نعمل كل اكسرسايز وناخذ بريك او فينا نكون عم نجمع كل هالاكسرسايزز وعم نعمل اكتف ريكفري. هيك بكون خلصت انا وياكم يوم تمارين التشست. انطروني بكره بكارديو اكسرسايزز. رح نكون عم نشغل القلب اذا بدكم، عم نحرق كالوريز، عم نفوت الحماس اكثر على التمرين. بشوفكم بكره.